في مطلع القرن العشرين تغير كل شيء. أفلت شمس الدولة العثمانية. في الثالث من مارس آذار عام 1924 سقطت الخلافة العثمانية. كان على تركيا أن تقطع علاقتها بالماضي تماماً لتدخل في مرحلة أخرى عنوانها مصطفى كمال أتاتورك. بعدها تغيرت ألوان تركيا ونزعت العباءة العثمانية التي كانت ترتديها. طال التغيير كل شيء حتى إنه وصل إلى الأذان. في عام 1931 منع الأذان باللغة العربية. أصدر أتاتورك قراراً بحظر الأذان باللغة العربية ومعاقبة المخالفين، ثم أمر مصطفى كمال أن تترجم كلمات الأذان العربية إلى التركية وأن يرفع الأذان باللغة التركية. كان أمراً هجيناً في أرض الخلافة لم يألفه معظم الناس. نزل القرار على الناس نزول الصاعقة، ونزلت العقوبة الصارمة بكل مخالف بين السجن والضرب والإحالة إلى المصاح العقلية. استمرت محنة الأذان حتى عام 1950. وصل عدنان مندريس إلى سدة الحكم بعد أن فاز بالانتخابات التي أجريت وقتها، وليغدو رئيس الوزراء الذي صوت له شعب تركيا. كانت أولى قرارات عدنان مندريس أن يعود صوت الأذان كما كان.